وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية ورئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط الدكتور محمد مكرم بلعوي. دكتور محمد، مرحبا بك. مرحبا بكم. برأيك لماذا تتعمد واشنطن في هذا التوقيت استفزاز الصين إلى هذه الدرجة؟ الخطوة الجديدة موافقة بيع تايوان توربيدات عسكرية يعني يراها كثيرون متقدمة أكثر من مجرد تهنئة مايك بومبيو لرئيسة تايوان لفوزها بولاية ثانية وهي التي أثارت حفيظة بكين. حقيقة أنه العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية التسعينيات عند انهيار الاتحاد السوفيتي، وأصبحت تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين على اعتبار أنها تهديد، ولكنها انشغلت بمجموعة من الحروب والأولويات الأخرى، حروب الخليج ثم بعد ذلك الإرهاب، وأخيرا عندما جاء أوباما إلى السلطة حاول أن ينظم الأمور بإقرار اتفاقية التجارة عبر الهادي ثم باستقطاب الهند إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب مشكلته أنه عندما جاء إلى السلطة كان يعتقد دائما أنه بإمكان أمريكا أن تفعل كل شيء منفردة، ولكن عندما حلت ثالثة كورونا وإن كان قبل ذلك حاول أن يقبح جماح الصعود الصيني من خلال الحرب التجارية، إلا أنه هذه الجائحة أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية يعوزها كثير من حسن الإدارة، وأصبح هناك دائما مقارنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها أعظم قوة في العالم وبين الصين هذه الدولة الناهضة، وكانت دائما كانت الكفة ترجح إلى صالح الصين بهذا الصدد. ولذلك اليوم نجد في الإعلام الأمريكي هجمة كبيرة على السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الصين ثم توجيه إلى الماكينة الأمريكية باستهداف الصين وتحجيمها باعتبار أنها الآن هي القوة البديل عن الاتحاد السوفيتي وروسيا سابقا، والتي يمكن أن تنتزع شيء من النقود الأمريكي إن لم تقصي أمريكا بشكل كامل. طيب دكتور، يعني برأيك ما هو الرد المتوقع من الصين تجاه هذه الخطوات الاستفزازية أو التصرفات الاستفزازية من الولايات المتحدة الأمريكية؟ اليوم الصين موقفها قوي، هي دائما تتبع سياسة النفس الطويل، هي تدرك أن أي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أن تدخل حربا بالوكالة ليس لصالح المشروع الصيني، هناك مشروع صيني محدد يرجو أن يحقق أهدافه بذكرى المئوية على تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 2049، ولا يريد أن يشتت نفسه في حروب إقليمية أو حتى في اضطرابات داخلية. ولذلك أنا أعتقد أنه الصين وإن كانت ستصعد إعلاميا وربما تمارس بعض الضغوطات الاقتصادية والدبلوماسية لأنها لن تنزل باتجاه حرب أو يعني مواجهة عسكرية، لأن معنى ذلك استنزاف للاقتصاد الصيني هو الأداة الأساسية التي تعول عليها الصين من أجل نهضة الصين وتبوؤها مركزا عالميا يليق بتاريخها وبحضارتها كما يرى الصينيون ذلك. طيب برأيك دكتور، ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصعيد تجاه الصين في الوقت الذي كان الطرفان فيه قد وقعا على اتفاقات تجارية وجمركية وكانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي؟ لماذا تصعد واشنطن ويصعد الرئيس الأمريكي تحديدا دونالد ترامب وتصريحاته ضد الصين ومسؤولياتها عن تفشي فيروس كورونا وما إلى ذلك، يعني باتت يعني بشكل أكبر وبشكل أشد، لماذا في هذا الوقت؟ لأنه كورونا كشف عجز إدارة ترامب على التعامل مع الجائحة، كما ذكرنا أنه دائما كان هناك مقارنة بحسن الإدارة ما بين إدارة ترامب وإدارة الرئيس كي أو الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ترامب وهو مقبل على حملة انتخابية الآن في شهر 11 نوفمبر راح يكون هناك انتخابات أمريكية، وهي ستحدد مصير ترامب إذا كان يتم انتخابه مرة أخرى أم لا. هو يريد أن يثبت للجميع أنه المشكلة ليست عند الولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة ليست عند إدارة ترامب، المشكلة عند الصين،
ولذلك هناك يعني تصعيد إعلامي واضح، هناك تصعيد دبلوماسي، وتوافق ذلك مع شواهد كثير بالنسبة للأكاديمية وفي الإعلام أيضا نحو صعود الصين وإمكانية أن تسحب البساط من تحت الولايات المتحدة الأمريكية كقائد للعالم. ولذلك هذا الآن هذه المسيرة من القرارات والإجراءات هي تصب في بؤرة إقناع الناخب الأمريكي والقوى الأمريكية القلقة من الصعود الصيني بأنه الرئيس ترامب وإدارته تفعل كل ما ينبغي ويجب من أجل أن تمنع الصين من التغول على النفوذ الأمريكي والدور الأمريكي. شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية ورئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط الدكتور محمد مكرم بلعوي.